صباح الخير. إذن تغريدة صباح اليوم تأتيكم من العاصمة البحرينية وأضخم منتدى لرواد الإعلام الاجتماعي هذا العام بدورته الخامسة. هو الأضخم من حيث عدد المشاركات التي وصلت إلى 400 مشارك كمجموع الأشخاص الحاضرين ومتحدثين من 9 دول. الفكرة هنا هي التركيز على دور منصات التواصل الاجتماعي في تفعيل وتعزيز ودعم أيضا رواد الأعمال الشباب خاصة هنا في المنطقة، والذي نرى أكيد ونسمع هذا العام عدد كبير وزيادة بعدد مشاريع الصغيرة والفردية، وهي مشاريع رواد الأعمال خاصة في البحرين التي تشهد هذا العام زخما غير مسبوق في هذه المشاريع الشبابية والريادية. أيضا تحدثنا مع عدد من المشاركين من دول عربية، من الكويت والسعودية ومن هنا من البحرين، حول مشاريعهم ودور منصات التواصل الاجتماعي في نشرها. نستمع. عندي فكرة اسمها فارة منى، هي عبارة عن فكرة جدا بسيطة لكن لاقت نجاح في السوشيال ميديا جدا كبير، خصوصا من الأجانب وحتى العالم العربي. فارة منى عبارة عن فارة صغيرة لكن كل يوم لها مغامرات وكل يوم لها شغلات بسيطة. على سبيل المثال، هذه الفارة اعتني بقلبك فقط لكن لها تواصل. السوشيال ميديا عطاها جدا كرياتيف فكرة. الأفكار البسيطة قد توديك إلى ريادة أعمال وتعطيك ثروة جدا هائلة. استخدم أفكارك البسيطة، نوع فيها واستخدم السوشيال ميديا، راح تربح أكيد. لوسيدي هي منصة نحلل فيها محتوى مواقع التواصل الاجتماعي بحيث نساعد الشركات، الأفراد، المنظمات إنهم يقدروا يحللوا انطباعات الناس تجاه علاماتهم التجارية، كيف يقدروا يستخدموا السوشيال ميديا في تحسين خدمة العملاء، في الكرايسيس مانجمنت، اكتشاف الأزمات. فإحنا بدأنا وجدنا أنه في كثير من الجهات، أفراد وشركات، يستخدموا كثير السوشيال ميديا لكن مو عارفين يحللوها. وشفنا هذا الجاب وقلنا أوكي نطلع ببلاتفورم نساعد هذه الشركات والأفراد أنهم يقدروا يكتشفوا كيف الناس تتكلم تجاه علاماتهم التجارية باللغة العربية طبعا، ونحلل فيها كل الانطباعات إيجابية أو سلبية ونساعدهم في كيفية الاستفادة من هذه البيانات الضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي. نقول بالكويت استخدام أو التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي 112%. أنا مو قاعد أتكلم مرأة ولا رجل، قاعد أتكلم إن المجتمع قاعد يعتمد على التواصل والداتا، والداتا متوفرة بطريقة إن أنت ما تقدرين ما تستخدمينها. حلو، هذه نقطة وراح يطلع على 100%. بس السؤال إن أنا شلون أوظف استخدامي صح، لأن إحنا قاعد ندش في لوب إنه قاعد يضيع وقتنا، وقاعدين نشوف خلينا نقول قاعد يفتح لنا وايد اوبشنز او وايد خيارات اللي ضيعنا بدال لا هو يركزنا على شغله. إذن كانت هذه لقطات مع أبرز الوجوه المشاركة من رواد الإعلام الاجتماعي هنا في المنتدى في البحرين. للحديث أكثر عن هذه الفعالية ودور الشباب سينضم وأرحب معي بعلي صفكار، أنت رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي وأيضا الرئيس الشريك للنادي هنا في البحرين. ما الذي يميز هذا المنتدى ولماذا هو الأضخم هذا العام في البحرين بدورته الخامسة؟ صباح الخير ونرحب فيكم في مملكة البحرين بلدكم الثاني. طبعاً اللي يميز منتدى الخامس لرواد الإعلام الاجتماعي هو الموضوع من نفسه. إحنا هذا العام تماشياً مع التنمية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية لدعم رواد الأعمال، فارتئينا أن يكون الموضوع هو عن خدمات الإعلام الاجتماعي لريادة الأعمال. بالضبط، وهذا هو الموضوع الذي نريد أن نركز عليه. هذا العام يشهد زخم غير مسبوق كما سمعنا وكما رأينا العام بالأمس، تعرفنا على عشرات الشباب هنا من البحرين ومن دول الخليج يطلقون بشجاعة مشاريع جديدة، تطبيقات. لماذا هذا العام نشهد هذا الزخم هنا؟ نعم، اللي صار أنه هناك توجه حكومي ومؤسساتي والقطاع الأهلي والقطاع الوطني على موضوع ريادة الأعمال. لدينا مسرعات، لدينا مهرجانات، لدينا مسابقات لإطلاق مشاريع ريادية شبابية. اليوم حتى في الجامعات البحرينية هناك مسابقات، هناك دعم، هناك تميز في موضوع شلون ممكن أنت تصير رائد أعمال. رائد الأعمال يعني أنت تقدر تفتح مؤسسة، عن طريق المؤسسة راح توظف ناس جدد،
فهي يعني ريادة الأعمال راح تساعد على عجلة التنمية الاقتصادية. ممتاز، يعني واضح أن هذه الفعاليات أتت بمردودها لأنه هذا الزخم هو كما ذكرنا غير مسبوق، لكن أيضا نسمع من الشباب هنا بأنه من أكبر المشاكل التي تواجههم عند إطلاق تطبيق محلي أو مشروع محلي جديد هو إقناع الناس باستخدامه، وبالتالي نرى كل هذه التطبيقات العالمية تشهد زخما هنا واستخداما على حساب التطبيقات المحلية. كيف نغير هذا التفكير؟ أنا أعتقد التغيير قاعد يصير في البحرين بشكل كبير جدا، وهو بسبب المصداقية الموجودة عند هذه التطبيقات الجديدة عن طريق الحكومة والمهرجانات والمسابقات والمنتديات اللي تصير. اليوم تقريبا كان عندنا أكثر من 12 برنامج وفعالية لدعم ريادة الأعمال في كل في كل مهرجان وفي كل خلينا نقول الفعاليات الوطنيه اللي قاعد تصير. دائما هناك ركن خاص لرياده الاعمال. احنا هذا العام افتتحنا اكثر من 3 مسرعات لاستقطاب شباب انه ممكن ياخذون عندهم مكتب، ممكن يعطون منتورشيبس، فصار في مصداقيه بين المواطنين انه قاعد يشوف نفس الستارت اب في كذا مهرجان، في كذا مسابقه، في كذا خلينا نقول حتى القنوات الاعلاميه، التلفزيون، الراديو، الصحافه، في دعم موجود. المصداقية قاعد تصير، وخصوصا احنا يمكن بلدنا غير عن البلدان الغربية. في البلدان الغربية ما في دعم حكومي او دعم من الاعلام، يعني كل واحد يشتغل على الكوميونيتي بنفسه. هني لا، هني ما في احد يشتغل بروحه، دائما هناك دعم سواء من الحكومة أو من جامعات أو من القطاع الخاص. جميل، وهذا هو ربما أبرز ما يميز الدعم أيضا الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. لكن علي، أنتم الآن اليوم تجمعون توصيات من المشاركين عن تفعيل منصات التواصل الاجتماعي لدعم رواد الأعمال، أبرز التوصيات التي ربما وردتك حتى الآن ما هي؟ احنا طبعا في النادي العالمي للإعلام الاجتماعي دائما هذا توصيات المنتدى هي خارطة الطريق للعام الجديد، ولذلك احنا كل سنويا في هذه الفترة نعمل المنتدى ونشوف شنو احنا نحتاج ان نطور من البرامج والفعاليات. فمن الامور التوصيات اللي ذكرت امس واليوم تعطينا تسريب بعض الاشياء، يعني احنا طبعا نهاية اليوم راح ننشر التوصيات بشكل رسمي في الإعلام، ولكن دعم رواد الأعمال في مجال خدمة الإعلام الاجتماعي. احنا اليوم نرى ان رواد الأعلام مشغولين جدا في الريادة نفسها ولكن مو في السوشيال ميديا. صحيح، فراح نطلق ان شاء الله فريق شبابي بحريني يختص فقط لخدمات الإعلام الاجتماعي دعما لرواد الأعمال. ممتاز، وهذه راح يكون ان شاء الله بدعم من بعض الصناديق الوطنية. تمام، ممتاز، إذن سنتمنى لكم كل التوفيق. كانت هذه بعض التسريبات من التوصيات التي سيعلنها نادي الإعلام الاجتماعي. علي سفكار، أنت رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي وأيضا رئيس الشريك للنادي هنا في البحرين، سنشكر انضمامك معنا في تغريدة الصباح. بهذا نأتي إلى ختام الفقرة مباشرة هنا من المنامة. أكيد للمزيد تتابعون صفحات سكاي نيوز عربية على جميع منصات التواصل الاجتماعي.